انضم إلينا من جدة الأستاذ الكاتب الصحفي سعيد السريح. أستاذ سعيد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. نخصص حديثنا في هذا المحور حياك الله على 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 الجوانب الثقافية الفكرية في هذه الرؤية. أحدهم قال بأنه ربما نحن اليوم أمام نهضة، أمام تنوير يرتكز على تغيير ثقافي مؤثر في كل جوانب الحياة. هل بالفعل يمكن اليوم أن نتحدث عن ثورة ثقافية سعودية وفق هذه الرؤية كما يرى البعض؟ هي دون شك كذلك، وعلينا أن نتخذ من الشفافية التي تحدث بها وعنها سمو الأمير مدخلا لهذا الموضوع. جميل. نحن ندرك أن في مجتمعنا تيارات فكرية متباينة مختلفة ومتخالفة حد الصراع، وأن لها انعكاساتها على الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كذلك. وجود هذه التيارات المختلفة والتي علينا أن نعترف بوجودها مظهر لصحة المجتمع. جي. حتى وإن اختلفت، غير أن القرار السياسي يظل قرارا مستقلا يمتلك سيادته من صاحبه ومن توخيه لبناء المستقبل. لذلك أعتقد أننا أمام تحول ثقافي كبير لا يقوده المثقفون ولا يقوده الذين يقفون أو قد يقفون ضد هذا التحول، وإنما تقوده الإرادة السياسية التي تتوخى مستقبل الأمة وتعمل لمصلحة الوطن. جي. مثل هذا القرار، مثل القرارات السيادية التي أقرت إنشاء التلفزيون أو تعليم البنات أو عضوية المرأة للمجالس البلدية أو عضوية المرأة في مجلس الشورى أو منح المرأة هوية وطنية. نحن إذن أمام مستقبل تقوده الإرادة السياسية الواعية القادرة على صناعة المستقبل والمستعلية عن أن تنقاد لهذا التيار أو ذاك. نحن أمام أمير يتحدث بثقة من يمنحنا الثقة في أن مستقبلنا على عتبة تغيير وتطوير كبيرين. على مستوى البيئة، على مستوى المجتمع اليوم، هل نحن أو المجتمع السعودي أو إلى أي مدى هو بالفعل جاهز لهكذا ثورة ثقافية وفكرية وفنية؟ خاصة الحديث اليوم بأنه هذا يستوجب علينا أن نعمل على مواجهة أو على ربما تفكيك الفكر النمطي الموجود، التشدد في الخطاب ربما الديني تجاه هذه تجاه الثقافة والفكر، من يمنعون، من يقفون ضدها ويرون بأنها يعني مناخ غير مناسب لهم بشكل نهائي. أستاذ خالد، دعني أتحدث عن وجود تيارين في المجتمع، أو تحدثت عن وجود تيارين في المجتمع. هناك التيار الأعلى صوتا والأكثر ضجيجا والأقوى جلبة، ويمثل هذا التيار المتشددون والواقفون حجر عثرة أمام كل تطوير، غير أن التيار الأكثر اتساعا وانتشارا هو التيار المتفتح للحياة والمقبل على المستقبل والمتفهم للاستفادة من الحضارات. إن أحببت أن تتخذ مقياسا لتقبل الشعب السعودي للتغيير، فانظر إلى عدد المشتركين في القنوات التلفزيونية المختلفة، عدد الذين يرتادون مواقع الإنترنت، عدد الذين يغادرون المطارات لكل دول العالم، عدد الذين بعثوا بأبنائهم وبناتهم للدراسة. هذا هو المجتمع السعودي الحقيقي، وليس أولئك الذين يختفون وراء معرفات تويتر
أو يتقافزون من هذا المنبر أو ذاك، أولئك قلة وإن كانت أصواتهم أكثر جلبة وضجيجا. ولذلك في كل القرارات التي سبقت كان القرار السيادي يفرض نفسه ويزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ثم تجد أن المجتمع السعودي يتقبله مبتهجا به، عارفا بمدى صلاحيته لصناعة مستقبله. ثق تماما أن الذين رفضوا تعليم المرأة ثم ذهبوا يبحثون بعد ذلك عن أماكن لبناتهم في المدارس، هؤلاء هم أنفسهم الذين يرفضون اليوم. وفي الجامعات خارج المملكة استفادوا من برامج الإبحاث وغيره. نعم. هؤلاء أنفسهم الذين يرفضون اليوم قيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال، ستجدهم بعد غد حينما تصدر الإرادة السياسية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ستجدهم يقفون على بوابات المرور يبحثون عن رخص قيادة لبناتهم. طيب، في أقل من دقيقة، ماذا عن المؤسسات؟ يعني الحديث هنا عن تخصيص لأراضي لإقامة المتاحف والمسارح، دعم الموهوبين من الكتاب، المخرجين، الفنانين، ماذا يقتضي ذلك فيما يتعلق بالمؤسسات؟ لدينا أندية ثقافية أدبية، هل نحن إلى 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 مجال أوسع؟ دون شك نحن أمام مجال أوسع. نحن لدينا سينما، مخرجون، ممثلون، كتاب سيناريو، لدينا مهرجانات سينما وليست لدينا قاعة سينما. لدينا مسرح، لدينا كتاب مسرح، لدينا ممثلون وليس لدينا مسرح. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية التي تشرع لنا مسرحا وتشرع لنا دار السينما، وعند ذلك سيتحقق كل شيء يكون فيه مصلحة الشعب ومصلحة أن يحيا وأن يعلم أبناءه معنى الحياة. إن لم نعلم أبناءنا معنى الحياة فسوف يعلموننا معنى الموت. الأديب والكاتب والناقد الأستاذ سعيد السريحي ضيفي من جدة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وما قدمته لنا من إفادة.